الوصفة ديال اليوم بغرير صغير ناجح 100% بمقادير مضبوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصفة ديال اليوم عندنا بغرير. المقادير اللي نحتاج لها: جوج كيسان ونص ديال الماء الدافئ، كاس ونص ديال السميدة الرقيقة أو الفينو، جوج معالق كبار ديال الطحين الأبيض، معلقة صغيرة ديال السكر، وعندنا الملح معلقة صغيرة، عندنا معلقة صغيرة ديال خل التفاح، وعندنا معلقة صغيرة لكن واحد يديهين نص ملعقة ديال الخميرة ديال العجينة، خميرة الفورية، و 8 ديال الغرام ديال البيكنج باودر ولا الخميرة ديال الحلويات. غنبداو على بركة الله. الماء تنزيدو له الخل، السكر، هذاك السكر غادي يخلي الخميرة تطلع تخمر، الملح، نخلطو هاد العناصر ونبداو نضيفو المقادير الجافة. يعني هذه الخميرة ديال الحلوى ولا البيكنج باودر، قياس خمارة واحدة بالنسبة للناس ديال المغرب 8 غرام، ونضيف كذلك هذاك الدقيق الأبيض. انا تنخلط النواشف كلها، نديرها فوق داك الماء باش نخلطو كلشي. وما نساوش الخميرة الفورية. دابا الحل بارد، واحد يحتاج شوية اكتر، قياس معلقة صغيرة. إذا كان الحال سخون هي نص معلقة صغيرة تكفي. صافي، الواحد يخلطو بالخلاط اللي يطوي هكذا. غادي يخلط واحد 10 ولا 15 دقيقة حتى العناصر كلها تزمزز مزيان، يعني هذيك السميدة متتبقاش هكاك محببة، يعني تولي كل شيء ممزوج مع بعضو جيد. أولا الواحد تيديرو في الكاس طحانة ديال العصير وتطحنو مزيان مزيان حتى تكون هاديك الفقاعات تتكون. نستمرو في هاد العملية حتى كلشي يتخلط بعضياتو، يكون عندنا واحد الخليط متجانس. وهاديك الساعة نحبسو ونخليوه يخمر واحد 10 ولا 15 دقيقة. نحيد ولا كاين شي حاجه في الجوانب. ونستمر في الخلط. هنا الخليط ديالنا شتي كيفاش انسجم، كيفاش يكون القوام ديالو. صافي، هنا راه المقلاة سخنات، هذه ديال اللي فيها سبعة ديال، ممكن واحد يدير فيها سبعة ديال البغريرات ولا سبعة ديال البانكيك صغار. صافي، ملي سخنات تنخليوها على نار متوسطة وتنبداو نصبو فيها الخليط ديال البغرير اللي خمر 10 حتى 15 دقيقة على حسب الجو. إذا كان الجو بارد تيخصو شوية الوقت باش يخمر. والواحد تيدير تجربة، تيدير هي وحدة من وحدة، دوز عليك 10 دقايق، جرب الواحد واحد الوحدة، على تقبات مزيان يبدا الواحد يدير البغرير ديالو يطيبو، على كان مازال يزيد يخليه يخمر. هانتوما ما شاء الله راه هو تيتقب، يعني خامر مزيان، وهاد المقادير راها ناجحة 100% ومضمونة. جربوها على الضمانة، ها نتوما تشوفوا بعينيكم.
التي يوجد، ونوريكم قرب واحد الكاميرا وتشوفوا شحال متقب وغزال. شوف مهوي خفيف وكله متقب. يعني ان شاء الله على جربتوا هذه الوصفه تولي عندكم معتمده، المقادير ديالها مضبوطه وسهله جدا، يعني ما تاخذش الوقت بزاف. الانسان قاعد يديروا في الخلاط الكهربائي ديال كاس العصير، يطحنوا مزيان تما صافي، ويخليه يخمر بين ما يقضي شغله الاخر ويرجع يطيبه. يعني ما تيقلبش الوقت بزاف. هذا ندير معكم المقلة الثانية. يعني صوبت السبعة الاولانيين، تبارك الله. هاد الكميات ديال كاس ونص ديال السميدة ولا الفينو، تبارك الله، تعطي واحد الكمية مهمة. يعني واحد اللي عنده هكذا شي عراضة، واحد هكا شي عشية ولا صباح وباغي يدير البغرير، من الأحسن يدير هادو صغار هكذا، يعني زوينين في النظرة. وحتى فهمتي على بغى الواحد ياخذ وحده ولا جوج ما يضيعش، على يعني كانت وحده كبيره يقدر الواحد ما يكملهاش، ولا بغى الواحد يزيد. يعني تيكونوا صغار هكذا، تيكونوا عمليا وزوينين حتى في النظره. ها هما ما شاء الله كلهم مهوي ومتقب مزيان. ماشي فاش نقربوا لكم الكاميرا كيفاش يبان، ماشي بحال اللي فاش يكون مازال من البعد. صافي نفس الشيء، نستمروا في هذه العمليه حتى نكملوا البري اللي عندنا كله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير اللي درنا في ديك المقله اللي فيها سبعه ديال الدوائر. ها تيجي، ها هو. يعني الا عندكم شي بوفي ولا شي عراضه شي حاجه هكذا شي مناسبه يديروا الانسان بحال هكذا. دابا هذا هي جوج كيسان ونص ديال السميده، وخرج لي هذه الكميه كلها، خرج لي واحد 12 وحده اخرى زايده على هادشي اللي كاين هنا. يعني هذه مازال 12 وحده اخرى، 12 بريره اخرى زايده. شتي كيف ما شاء الله تي الشكل ديالو، يعني تيحمل الوجه. نقدموها هكذا مع العسل ولا الزبده ولا العسل ولا كل واحد شنو تيدير. ها رطب صغير وكله متقب، كل عيون يعني متقب مزيان. يعني الشكل ديالو راه تيحمل الوجه. مقادير مضبوطه، ديروها وما تخافوش منها. هو فقط الواحد يخليه يخمر واحد 10 دقائق قبل ما يبدا يطيبو في المقله، ما يديروش الانسان مباشره. والواحد يديرو في الخلاط الكهربائي ولا الخلاط اليدوي، يخلطو مزيان مزيان حتى العناصر كلها تنسجم مزيان، ويدير هذوك الفقاعات ويخليه يخمر. يعني الا كان الجو بارد يخليه حتى 15 دقيقه في واحد المكان دافئ، ولا 10 دقائق عاد يبدا يطيب ويجرب وحده على تقبات مزيان. صافي تيكون جاهز، هذيك الساعه يكمل البقيه. وهنا نديروه مع اسئله هكذا، نجرب لكم في الوحيده بحال هكذا. يعني الواحد الا بغى يذوب بالزبده والعسل يديرها. ها هو جاهز وبالصحه بالصحه والراحه. بداتو في هذا الطبق هكذا، يعني حتى العين تتاكل واحد يحط الحاجه بواحد حطات تكون زوينه باش الواحد حتى في المنظر ترجي مزيانه. وبالصحه والراحه، نتمنىكم تجربوا الوصفات، خليو ليا في التعليق الرأي ديالكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.